نروح بقى للدوري الاسباني، والنهارده الكلاسيكو لقاء ريال مدريد وبرشلونه، وصدام قوي جدا في الليجا النهارده. هيكون الساعه 4 وربع مساء على ملعب برشلونه. لو هنبدا بريال مدريد اللي خلاص استعد بشكل جيد للمباراه خلال الايام اللي فاتت، ولم اوراقه كده كلها وخاض تدريباته الاخيره عشان يبقى جاهز للكلاسيكو، تحت عينه هدف واحد بس وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقط عشان يوصل للنقطه 28 عشان يستعيد تاني صدارة الدوري الإسباني من جيرونا بفارق الأهداف. غيابات ريال مدريد مش هتكون كتير، كورتوا وميليتاو وأردا جولر وداني سيبايوس، وطبعا استعاد في قائمته العملاق الإنجليزي بيلينغهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو عشان يلاعب برشلونة بالقوة الضربة. أما برشلونة فهدفه واضح وصريح، هو إبعاد ريال مدريد عن صدارة الدوري وإقصائه للمركز الثالث بالفوز عليه النهاردة، عشان برشلونة يكون في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن جيرونا المتصدر. برشلونة كان عنده غيابات كتير في المباريات اللي فاتت، يعني أبرزها كان ليفاندوفسكي وبيدري وكوندي ورافينيا وفرانك ديونج بسبب الإصابات، لكن معظم اللاعبين رجعت للتدريب امبارح مع الفريق، ولكن مشاركتهم بقى من عدمها هي بس في ايد تشافي هرنانديز المدير الفني والجهاز الطبي برشلونه. يعني تحدي كبير ومباراه كبيره اكيد هنتابعها بين انشيلوتي وتشافي، لكن الاكيد ان التحدي اللي بينهم مش سهل، واللي اكيد هيفوز بيه هياخد اكتر بكتير من مجرد 3 نقط. طبعا كلنا عارفين القيمه الكبيره لكلاسيكو الارض اللي دايما يعني ما بين ريال مدريد وبرشلونه. انت بتتكلم في اكتساب الثقة، وهيكون فوز معنوي امام الغريم التقليدي قبل ما يكون فوز في ماتش في الدوري. اكيد كلنا هنستمتع النهاردة بالكلاسيكو الاكيد بين فرقتين كبار ريال مدريد وبرشلونة. لسه مع لقاء الكلاسيكو، ونروح بقى لتصريحات انشيلوتي مدرب ريال مدريد، واللي قال ان بيلينغهام لاعب الفريق هيشارك في الكلاسيكو ضد برشلونة بدون اي مشكلة. طبعا بيلينغهام كان اتصاب بكدمه قويه في مباراه ريال مدريد ضد براجا في دوري الابطال، وساعتها عشان ريال مدريد وجمهوره قلقوا على نجم الفريق الانجليزي انه ما يلحقش مباراه الكلاسيكو، لكن وفقا لتاكيدات انشيلوتي خلال اللقاء ان اللاعب هيشارك بالفعل في المباراه وهيكون موجود بشكل طبيعي. اما عن مركز الباك الشمال فانشيلوتي وضح ان كامافينجا هيكون عنده افضليه للمشاركه في الكلاسيكو عن زميله فيرلاند ميندي بسبب ان كامافينجا ما لعبش في مباراه براجا، فبالتالي هو يعني مرتاح نسبيا اكتر من ميندي. وانشيلوتي قال كمان ان مباراه الكلاسيكو هي مباراه مهمه بكل تاكيد، وثلاث نقط مهمين جدا في الموسم الطويل، لكن لازم ريال مدريد يكون حاسم دايما. اما نروح نادي برشلونه، فمدرب ريال مدريد شايف ان برشلونه فريق قوي وبيتمتع بتنظيم جيد، وان معاهم شباب كتير بجوده عاليه، وانه بيحب جميع لاعبي برشلونه الشباب زي لامين جمال وفيرمين، لان بينتظرهم مستقبل مبهر وعظيم. ده اكيد كلام يعني محترم جدا وروح جميله جدا من انشيلوتي تجاه تشافي مدرب نادي برشلونه. لو هنروح بقى لتشافي هرنانديز مدرب برشلونة، واللي اتكلم خلال المؤتمر الصحفي أيضا قبل مباراة الكلاسيكو، وقال إنه سعيد بالأجواء اللي بيعيشها برشلونة قبل لقاء ريال مدريد المرتقب. وتشافي اتكلم وقال إن كل لعيبة عاوزة تشارك في الكلاسيكو، وإن المشاركة في الكلاسيكو بتعني الكثير لكل اللاعبين، وإن برشلونة بيلعب اللقاء ضد ريال مدريد بعد انتصارين مهمين الفريق حققهم، وإن المعنويات عالية وإنهم عايزين يحققوا الفوز في اللقاء ده عشان يحققوا ويكون عندهم دفعه معنويه كبيره خلال الفتره اللي جايه. وعن الاصابات تشافي قال برشلونه وفرص بقى تواجد خماسي الفريق العائد مره اخرى للتدريبات سواء ليفاندوفسكي او بيدري او كوندي ورافينيا وديونج. تشافي رد وقال ان الكل عايز يكون موجود في المباراه، لكن الطاقم الطبي والجهاز الفني مش هيجبروا اي لعيب على المشاركه، وان القرار النهائي هيكون ليهم وفقا لرؤيتهم والجاهزيه اللي هيكون عليها اللعيبه. تشافي اكد بعدها ان ليفاندوفسكي وديونج لو اكتملت جاهزيتهم بنسبه 100% فالاكيد انهم هيبقوا موجودين وهيشاركوا في اللقاء. وتشافي ايضا قال كمان انه بيحب يلعب
نوع المباريات الصعبة دي مع الفرق الكبيرة زي ريال مدريد بغض النظر عن الضغوط الموجودة في الخارج، وان دوره هو ايقاف فينيسيوس جونيور وبيلينجهام ومراقبتهم كده بشكل جيد خلال اللقاء الهام باذن الله النهارده.